الفيسكا تخسر لاعبا جديدا. قبل هذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، بارتاجيو، أبونيو في القناة كي يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا الرياضية، معكم بلال اللي راح يكون معكم في هذه القناة المتنوعة في أخبار المنتخب الوطني لحظة بلحظة، وأخبار فيسكا، أخبار الفرق الجزائرية، وأخبار محترفينا، وأيضا أخبار الكرة العالمية. أعلن نادي حمام الأنف مساء أمس الخميس تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري الجزائري نسيم مقديش 21 عام، والذي كان ينشط في الثلاث مواسم السابقة مع فريق شبيبة القبائل. وأتم حمام الأنف أمس عملية انتداب متوسط الميدان الهجومي أحمد المجري الذي تكون في الترجي الرياضي التونسي ولعب في الدرجة الثانية السويسرية وخاض تجربة مع النجم الراسي في الموسم المنقضي. هو يعد نسيم مقديش تاسع انتدابات نادي حمام الأنف للميركاتو الصيفي الحالي بعد صابر الهمام والإبواري شيخ أمين الناهي وعبد المجيد الهواشي والجزائري تارق عقون والتشادي إبراهيم خلولا والمالي موسى كامارا وعماد المناوي وأحمد المجري. ومع كل هذه المشاكل يبقى فريق شبيبة القبائل هو الخاسر الأكبر لفقدانه العصافير النادرة، فما هو الحل يا ترى؟ وفي الأخير لا تنسوا الإعجاب، بارتاجيو، أبونيو، وسنكون الأحسن بإذن الله مع فيديو جديد. سلامكم.